وقف وفد من البنك الأفريقي للتنمية على النتائج الميدانية لمشروع توطين زراعة بذور محصولي الذرة والدخن، والذي تنفذه هيئة البحوث الزراعية بولاية الجدارف بتمويل من البنك الأفريقي، حيث يستهدف المشروع الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية من بذور الأساس والبذور المحسنة. البحث المستمر عن إنتاج حلول لتطوير العملية الزراعية لا ينفك يتواصل. محطة بحوث الجدارف وبتمويل من البنك الأفريقي للتنمية تنفذ برنامج لإنتاج التقاوي لمحصولي الذرة والدخن، مستخدمين في ذلك تقنيات زراعية متطورة. البرنامج بيسمى يعني برنامج نغل التغانة في أفريقيا. البرنامج ده بيعنى بأنه ينقل كل التغانات لصغار المزارعين وكبار المزارعين، وأهم التغانات والشيء الأساسي اللي بيبنوا عليه في التغانات هو البذرة. لذلك البرنامج بيعنى بإنتاج التقاوي للمحاصيل المحصولية الذرة والدخن، لأنه البرنامج ده خاص بمحصولية الذرة والدخن. هذا المشروع يدعم إنتاج التقاوي الأساس ثم تقاوي معتمدة لكي نوفر للمزارع تقاوي جيدة، لأنه توفير التقاوي جيدة يعني رفع الإنتاجية والإنتاج وكذلك زيادة دخل المزارع وفوق كل هذا وذاك وتحقيق للأمن الغذائي. إنتاج البذور يعتبر من أهم مراحل التحول نحو التقنيات الزراعية، باعتبار البذور الجيدة هي أساس الإنتاج. وعلى الرغم من اختيار منطقة توصف أمطارها بالحدية، إلا أن استخدام تقنيات حصاد المياه وطريقة الزراعة قد أحدث فارقا على مستوى الإنتاج والإنتاجية. المنطقة دي هي منطقة شمالية وأمطار حدية، وتوفير البذرة البتناسب البيئة تعتبر مهمة جدا جدا. عشان كده استخدمنا اللي هو الصنف أرفع قدمك 8، وهو مجاز من قبل هيئة البحوث الزراعية وبتناسب البيئة دي. يعني لو لاحظنا رغم شح الأمطار في السنة دي اللي هي نعتبرها في حدود 400 ملي، وحتى التوزيع كان متجانس، الكثافة الأمطار يعني ما جاتنا مطر أكثر من 30 ملي، بنلاحظ أنه في نجاح يعني كبير. البعثة التقييمية لبنك التنمية الإفريقي أبدت ارتياحا كبيرا بالنتائج المحققة، والتي خدمت أغراضها في توطين البذور المحسنة للدول الأفريقية. وقفنا ميدانيا على تجربة إنتاج التقاوي المحسنة وفقا للبرنامج الممول من بنك التنمية الأفريقي، وكانت النتائج جيدة، وهو ما يعتبر النجاح للتجربة ويشجع على التوسع فيها في عدد من البلدان الأفريقية. عمليات البحث والتطوير المستمرة وعلى مدى 10 سنوات وهنا بولاية الجدارف أحدثت تحول موجبا في العملية الزراعية كان أثرها ظاهرا في الزيادة الرأسية للإنتاج والإنتاجية. محمد الفاتح، الشروق، ولاية الجدارف.